بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت مدرسة الشيخ سيد إبراهيم البصير للتعليم العتيق حفل التميز أو حفل التفوق بالنسبة للطلبة المتفوقين في الأسبوع الأول، وقد اختير لهذا النشاط عنوان تحت شعار التعليم العتيق رؤية متبصرة من عالم الملوك وملك العلماء. وقد عرف هذا النشاط والحمد لله فقرات متعددة ومسرحيات كذلك باللغات العربية والأمازيغية والإنجليزية والفرنسية، وكذلك وصلات إنشادية وهدايا قدمت للطلبة الأوائل في 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 مستوياتهم. وقد تشرف هذا الحفل بالزيارة الكريمة لحضرة عامل صاحب الجلالة على إقليم أنزلال، ومع وفد مرافق له من مدنيين وعسكريين، ويتشرف خادم الأعتاب الشريفة مولانا إسماعيل بصير ومدير مدرسة الشيخ سيد إبراهيم للتعليم العتيق برفع كامل الولاء والطاعة لمولانا أمير المؤمنين حفظه الله ونصره راعي العلم والعلماء والقائم على هذا الصرح الكريم، وكذلك بالشكر الجزيل للعامل على إقليم أنزلال على العناية والاهتمام الذي يوليه لهذه المدرسة منذ أن والله تعالى على هذا الإقليم وعلى مثيلتها كذلك من المدارس الأخرى. فجزاه الله عنا كل خير، والسلام عليكم.